لأنها كانت تعتنق الديانة المسيحية، وحين ذاك تقدم إليها شاب مسلم يرغب الزواج منها، فرفض والدها الموافقة على هذا الزوج. ولاقتناعها بهذا الرجل ورغبتها في الارتباط به، هربت من بيت والدها وذهبت إلى هذا الرجل وتزوجته، وبتأثير منه دخلت في دين الإسلام. وبما أن زوجها هذا كان جنديا في الجيش فقد قتل في الحرب العراقية الإيرانية، وبعد ذلك طلب والد زوجها منها الخروج من بيتهم علما أن لها طفلة، ويريد منها أن تذهب إلى أهلها، مع أن أهلها يرفضون عودتها إليهم إلا بعد أن تعود إلى المسيحية، وهذا ما لا تريده ولن تفعله أبدا. وقد أجبروها على أن تستأجر دارا من راتب زوجها الذي تستلمه شهريا وتسكن فيها مع ابنتها الصغيرة، ولكنها تخشى على نفسها بسبب سكنها وحدها دون رجل، لذا فهي تسأل أولا عن حكم زواجهما بالصورة الآنفة الذكر، وثانيا عن موقف والد زوجها معها بعد وفاة زوجها، وثالثا عن حكم سكنها في بيت وحدها دون رجل معها بصفة شرعية. أولا نحمد الله عز وجل أن هداك للإسلام، ونسأله أن يثبتنا وإياك عليه. وأما بالنسبة لحكم الزواج الذي حصل، هذا لا ندري عن كيفيته التي تم العقد عليها. نعم. فإذا كان العقد تم بولي شرعي وأخذ الصورة الشرعية فالزواج صحيح، وإذا كان خلاف ذلك فهو غير صحيح، لكن ما دام أنه مضى وانتهى ليس لنا دخل فيه. نعم. وأما قضية أن والد زوجها حصل منه إساءة إليها فلا ينبغي هذا، ينبغي لوالد زوجها أن يحسن إليها، لا سيما وأنها غريبة وأنها مسلمة وأن أهلها كفار، ويخشى إذا ذهبت إليهم أن يحولوها عن دين الإسلام، فلا يجوز لأبي زوجها أن يتحداها هذا التحدي السيء، بل يجب عليه أن يحسن إليها وأن يبقيها في بيت حوله ويراقبها ويراقب ابنه التي معها، هذا الواجب على أبي زوجها. ثم وأما بالنسبة لبقائها في زوج في بيت وحدها بدون زوج فهذا لا ينبغي لها، ننصح لها أن تتزوج ليتم لها الصيانة والحماية والاطمئنان، ولتستغني أيضا عن الذهاب إلى البلد الذي جاءت منه والخطر من الردة، ننصح لها أن تتزوج. نعم. ويتولى تزويجها الحاكم الشرعي، المحكمة، القاضي الشرعي، يتولى تزويجها القاضي الشرعي. نعم. بهذه الحالة، لأن أباها ليس له عليها ولاية، ما دام أنه كافر وهي مسلمة ليس له عليها ولاية، وإنما يتولاها القاضي الشرعي. نعم. جزاكم الله خيرا.